دكتورة إيمان، أنا كنت عايزة أتكلم عن حالة سائدة في تقريبا في معظم البيوت، اللي هو الفتور العاطفي بين الزوجين والصمت الزوجي. الخرس الزوجي. تمام تمام بصي، هو الموضوع ده للأسف بقى شائع بشدة نتيجة حاجتين. أولا طبعا كلنا الحياة بقت صعبة قوي، فمعظم الناس بقوا بيشتغلوا تو شيفتس، يعني علشان يعني الصبح وبعد الظهر، عشان يقدروا تمام يلحقوا على مصاريف الحياة. فده بيخلي الطاقة مستنفذة، فلما بنرجع أكيد البيت بيبقى مفيش خلق ان احنا نقعد ونحكي. ده شوية في عدم وعي من الطرفين، لان الزوجة بتبقى محتاجة التواصل ده مع جوزها، يحكي لها وتحكي له ويبتدوا يشاركوا بقى في الساعتين حتى اللي بيقعدوا فيها في البيت صح. اخبار نفسهم، اخبار الولاد، يقضوا وقت، يحسوا ان في حياة بينهم. أكيد وجت يعني زود الموضوع سوءا، يعني السوشيال ميديا بقى كل واحد ماسك في الوقت اللي قاعده، طبعا كله ماسك الموبايل صح فاتحه، صح هو في عالم موازي تاني تماما، وهي قاعده جنبه مش حاسس بيها، هو قاعد جنبها، هي بتشتشات مع صحاباتها على تمام فالنتيجه مزيد من البعد. تمام وللاسف ده بيوصلنا الخرس الزوجي ده لطلاق مع ايقاف التنفيذ، وبيوصل بينا بعد شوية لأن هي خلاص اتعودت أنه مش موجود في حياتها، تمام وهو اتعود أنها مش موجودة في حياته، وبالتالي بندخل في سكك تانية كتير بتوصلنا برضو للطلاق. تمام